مجلس جديد وأزمة قديمة، هل يمكن الرهان على هذا الخيار الذي يرجح اعتماده لإخراج السودان من حالة الانسداد السياسي؟ لم لا؟ لا شيء ليخسره الجميع. إذا صح التوقع من المفترض أن يعلن مجلس السيادة خلال ساعات على أن يضم 14 مقعداً يحجز منها المكون العسكري 5 أعضاء هم البرهان حمدتي كباشي العطا وإبراهيم جابر، يقابلها 6 مقاعد للمدنيين يمثلون أقاليم السودان مع إرجاء مرشح الشرق لمزيد من التشاور. من شأن المجلس أن يضم أيضاً 3 من قادة الفصائل المسلحة مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حجر. تطوران جديدان في الساعات الأخيرة، تشكيل لجنة لتوحيد قوى الحرية والتغيير واتصال من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أجمع فيها على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وبانتظار الإعلان الرسمي عن مجلس السيادة. ماذا يأمل الشارع؟ لازم تكون في شراكة بين المدنية والعسكرية. أول حاجة العسكرية بيضمن الأمن، المدنية يهودة مشروع بتاع سياسة، وده حاجة بتاعت سياسة خاصة بهم. هي بداية لأنه الناس يعني تبدأ حوار جاد، حوار يعني يكون في صيغة بين كل الأطراف، ويكون في النهاية فيه مصلحة الشعب السوداني. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين هو شرط أساسي لاستكمال مسيرة النهضة في السودان. والله يا أخي الشراكة أنا ما بفهم فيها، لازم يكون بس يعني مجلس العساكر يشوفوا شغله وين، والمدنيين يشوفوا يديروا بلد.